مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم عندنا في بث جديد من المشروع رجال الدراكمه، كيقوم مجهودات كبيره في الاثناء هذه من اجل تصدي الجريمه، وايضا الدراجات المعدله، يعني اي واحد عنده دراجه معدله كيتم النقل ديالها مباشره. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاوراق كذلك كيتم النقل ديال الدراجات ديالهم، وايضا البوانتاج ديال جميع الناس اللي كاينين هنا اللي عندهم البحث. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصوره، كنقول لكم الصوت والصوره من عين المكان. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام حمله كبيره كيقوموا بها رجال الدرك الملكي. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام نقل مجموعه ديال الدراجات الناريه. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصوره، الحمله ما زالت مستمره الحدود الساعات الاخيره من مساء هذا اليوم. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام اكيد الحمله ما زالت مستمره، جميع الدراجات المعدله، وايضا بالنسبه للناس اللي عندهم المبحوث عليهم كذلك كيتم المراقبه ديال لي كارت ناسيونال. اي واحد كيشكوا في الهويه ديالو كيتم البوانتاج ديالو. مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا معنا في الصوره حمله كبيره كيقوموا بها رجال الدرك الملكي. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، اكيد الجريمه والتحدي جميع الانواع ديال الجريمه في هذا المكان. مشاهدينا الكرام كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الصوره، الحمله ما زالت مستمره على جميع الدراجات المعدله وايضا على الجريمه. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الصوره، الحمله ما زالت مستمره مشاهدينا الكرام، يعني اي واحد كيشكو في الهويه ديالو كيتم البوانتاج ديالو من اجل التعرف عليه وشوفوا واش عنده مذكرات بحث او لا. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصوره، احنا مازال في البث المباشر. الحمله مازالت مستمره مشاهدينا الكرام، كيف ما كنعرفوا جميع التعديل ديال الدراجات الناريه كيشكل خطر، وحوادث السير كيكونوا كثيرين في هذا المكان هذا. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، الحمله ما زالت مستمره من المشروع الفتح. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، البحث لا زال مستمر مشاهدينا الكرام، يعني اي واحد كيشكو في الهويه ديالو كيتم المراقبه ديال لاكارت ناسيونال ديالو باش يعرفوا الهويه ديالو. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الصوره، مراقبة مشددة مشاهدينا الكرام جميع الناس اللي ما عندهمش لي كارت ناسيونال او مفوت عليهم او مشكوك في الهوية ديالهم، وايضا الدراجات النارية المعدلة مراقبة مشددة لجميع الاوراق ديال الدراجات النارية، وايضا المحرك ديال الدراجة النارية. خليكم معنا مشاهدينا الكرام في البث المباشر من المشروع الفتح، الحملة ما زالت مستمرة. غنطلقوا الان مع رجال الدرك الملكي الان لمكان اخر من اجل البحث في اماكن اخرى على الدراجات المعدله، وايضا اللي ما عندهمش الوثائق ديال الدراجه الناريه. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، اي مرحبا
شوفي اختي، لا انا صحاتو عندي في الدار كنخدم، هذاك الشيء دابا انا كنصور خارج واحد الحمله، واحد شويه عاودي عيطي انا خارج واحد الحمله اختي دابا. خليكم معنا المشاهدين الكرام. لا في العالية، في العالية خدام خدام غير خدام غير خدام، انا كاع نجيبو حتى لعندك ماشي مشكل، غير دير واحد مشاهدينا الكرام الحمله مازالت مستمره من الساعه ولا هذه، وعاودي عيطي لي نجي حتى لعندك صافي اختي. خليكم معنا مشاهدينا الكرام الحمله مازالت مستمره. الو حملة كبيرة كيقوموا بها في مشروع الفتح جوج مشاهدينا الكرام. لا ما شدوش. خليكم معنا مشاهدينا الكرام الحملة ما زالت مستمرة. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الصورة. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الحمله مازالت مستمره على جميع الدراجات الناريه المعدله والدراجات اللي بدون وثائق. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الصوره. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الحملة ما زالت مستمرة من رجال الدرك الملك. سير كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الحملة مازالت مستمرة في المشروع لجميع الدراجات النارية وأيضا المجرمين المبحوث عليهم. حملة كبيرة كيقوموا بها رجال الدرك الملكي. خليكم معنا مشاهدينا الكرام. خليكم معنا مشاهدينا الكرام كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام بالصورة. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام بالصورة إنزال أمني كبير لرجال الدرك الملكي، جميع المقاهي جميع الدراجات كيتم البحث في جميع الوثائق سواء ديال الدراجات النارية أو البطاقات الوطنية أجل كشف الهوية ديال أي واحد تم الشك فيه. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصورة، استنفار أمني كبير في هذا المكان هذا. رجال الدرك الملكي كيقوموا الآن تفتيش جميع الناس اللي جالسين في المقاهي هنا. أكيد الجريمة كثيرة بهذا المكان هذا. مشكورين رجال الدرك الملكي على المجهودات اللي كيقوموا بها. أكيد كيتم التنقيط ديال جميع البطاقات ديال التعريف ديال الناس اللي جالسين هنا في المقاهي، وأيضا الدراجات النارية، المراقبة ديال الوثائق، وأيضا المحرك ديال الدراجة النارية
حيت الى كان تعديل ديال الدراجه الناريه كيتم النقل ديال الدراجه الناريه مباشره كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الصوره. الحمله مازالت مستمره من مدينه المحمديه. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الصوره الان تفتيش ديال جميع الناس اللي كاين هنا في المقاهي حيت اكيد لي بوان نوار ديال المشروع اكيد اليوم خروج رجال الدرك الملكي من اجل البحث والتحري على جميع الناس اللي مبحوث عليهم وايضا الناس اللي كيتسببوا بمشاكل كثيره في هذا المكان هذا. التقييد ديال جميع البطاقات الوطنيه للناس اللي جالسين في المقاهي وايضا الدراجات الناريه وايضا الناس اللي كيتم الشك في الهويه ديالهم كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الان كاين تفتيش. كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الصوره الان تنقيط ديال مجموعه من الناس اللي كاين في هذه المقاهي. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام كاين تنقيط ديال مجموعه ديال البطائق الوطنيه من اجل الكشف ديال الهويه ديال بعض الناس واكيد الناس اللي عندهم مذكرات بحث اكيد غيتم الاعتقال ديالهم وايضا الدراجات الناريه كيف ما قلت من قبل المعدله كذلك هو مثال كي يتم النقل ديالهم. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الصوره حمله كبيره لرجال الدرك الملكي بالمشروع. خليكم انا مشاهدينا الكرام في البث المباشر من مشروع فتح جوج. الحمله ما زالت مستمره مشاهدينا الكرام من التنقيط ديال مجموعه من البطائق الوطنيه الان مشاهدينا الكرام يعني اي واحد مشكوك في الامر ديالو كيتم التنقيط ديال البطاقه الوطنيه ديالو. اما بالنسبه للدراجات الناريه مجموعه ديال الدراجات الناريه معدله تم النقل ديالها. خليكم معنا مشاهدينا الكرام احنا مازال في البث المباشر من المشروع الفتح جوج. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام تنقيط ديال مجموعه من الشباب لا زال مستمر يعني اي واحد كيشكو في الهويه ديالو كيتم تنقيط ديال البطاقه الوطنيه ديالو وفي حاله ما كانتش البطاقه الوطنيه كيتم القيام بالاجراءات القانونيه. كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام الصوره حمله كبيره مشاهدينا الكرام مساء اليوم جميع النقاط السوداء بالمشروع. كما لاحظتم معنا مشاهدينا الكرام مازال الحمله مستمره ونقل مجموعه ديال الدراجات الناريه المعدله وايضا الدراجات اللي بدون وثائق. مشاهدينا الكرام نودعكم الى الاجواء والى اللقاء فيما بعد والسلام عليكم.